أعلنت روسيا عن أنها تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على الحرب على أوكرانيا. مسؤول عسكري روسي أوضح أن السيطرة على دونباس بشكل كامل ستضمن توفير ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى إجهاد البنى التحتية الحيوية للاقتصاد الأوكراني وفق تعبيره. فلماذا تستميت روسيا للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية؟ وما خيارات كييف في مواجهة إعلان موسكو السيطرة على كامل منطقة دونباس؟ يبدو أن القتال ما زال مستمرا في الجبهة الجنوبية. القصف إلى العاصمة كييف أقرب من الأيام الماضية. هناك عمليات نزوح كبيرة تتجه باتجاه الغرب، أو يصلون إلى هنا بأعداد لم تكن أصلا متوقعة. أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الروسي عن انطلاق المرحلة الثانية مما وصفه بالعملية العسكرية في أوكرانيا، يشد الأنظار إلى الجنوب الأوكراني والشرق حيث منطقة دونباس. هنا القائد العسكري الروسي كان واضحا في أن النية لموسكو هي للسيطرة على هذه المنطقة الجنوبية بالكامل، ما يعني بحسب مصادر أوكرانية أن الهدف المقبل هو هذه المدينة الساحلية هنا، أي في دونباس، في منطقة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية، وكذلك تدور فيها معارك عنيفة هناك. يخشى أن تواجه هذه المدينة كذلك في أوديسا، أن تواجه هذه المدينة مصير ماريوبول. الجارة الجنوبية لا تزال بحسب تصريحات من كييف تقاتل الجيش الروسي عند منطقة مصنع أزوفستال. القائد العسكري الروسي تحدث كذلك عن أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على جميع الموانئ في بحر أزوف، ما يعني التمهيد لحملة حربية باتجاه المدن المجاورة لماريوبول. الهدف الثاني للحملة هو احتلال إقليم دونباس بالكامل، وهذا ما يمكن أن يحدث دون السيطرة على خاركيف في شمال البلاد، وهي المنطقة التي تشهد الكثير من المواجهات والقصف اليومي العنيف، وعبر المرور من ماريوبول باتجاه السيطرة الكاملة على جنوب دونباس. الهدف من كل ذلك بحسب الروس هو إقامة ممر أو جسر بري يربط هذا الإقليم بشبه جزيرة القرم، المنطقة التي سيطرت عليها روسيا واحتلتها في عام 2014. نستعرض معكم آخر التطورات على الأرض. قد تصبح أكثر عدوانية في هجومها. تطلق من جديد صفارات الإنذار نسلم عليها الآن. الولايات المتحدة هي مع الحل السلمي لهذه الأزمة. وبعد هذا الاستعراض للتطورات الميدانية ينضم إلينا مفدنا من ليفيف بلال الفارس في غرب أوكرانيا، وكذلك عند الحدود البولندية الأوكرانية مفدتنا أميرة جاد الله. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك بلال، ما الذي تقوله السلطات الأوكرانية عن سير المعارك في الجانب الشرقي من البلاد؟ نعم أحمد، وتيرة تلك المعارك التي تسير في شرق البلاد تزداد مع تقدم هذه الساعات. القوات الروسية تحاول ومن خلال مهاجمة الدفاعات ومراكز القوات الأوكرانية في إقليم دونباس تحاول زيادة سيطرتها في الإقليم. الساعات الماضية شهدت تكثيفا للهجمات في دونيسك ولوهانسك، في تم صد بحسب بيانات الدفاع الأوكرانية، وزارة الدفاع الأوكرانية، نحو 10 هجمات نفذتها القوات الروسية خلال الساعات الماضية. وهذه الجهود، يعني هناك عندنا حشود في روسيا وأيضا تصعيد في العمليات القتالية وأيضا دفاع أوكراني مستميت عن تلك المنطقة، أسفر عن تدمير عددا من المعدات الثقيلة وإسقاط 6 طائرات دون طيار، بالإضافة لطائرتي سوخوي وأيضا لطائرتي هليكوبتر. إذن الدفاعات الجوية
الجوية الأوكرانية تسير يعني في تواصل عملها في صد هذه الهجمات الروسية التي أيضا يعني تعاني وفق تقارير استخباراتية من ضعف الكفاءة القتالية وعدم التنسيق فيما بينها، وهو ما يدفعها في مرات عدة وفق وكالة الأمن القومي الأوكراني للاستعانة بالمرتزقة. هناك نحو 500 شخص من المرتزقة من سوريا وليبيا تم استقدامهم إلى معركة شرق أوكرانيا خصيصا. نتحدث أيضا عن جنوب دونيسك، ماريوبول هي الأخرى المحاصرة. رفضت كتيبة أزوف المتحصنة في المدينة الصناعية عرضا روسيا للاستسلام. ما زال إذن في هذه المنطقة بضعة آلاف، نحو 3000 من الجنود الأوكرانيين، وأيضا 1000 مدني إضافة ل 500 جريح، ولا ممرات إنسانية لليوم الثالث على التوالي. أحمد، أميرة، ما تحدث عنه بلال بشأن تصاعد الهجمات وعدم وجود هذه الممرات الآمنة، كيف انعكس عند الحدود وتدفق اللاجئين؟ نعم أحمد، ما قاله بلال انعكس بشكل أن كثير من الأوكرانيين المتواجدين في المناطق المتاخمة للشرق، ونتحدث عن كييف على سبيل المثال، يريد كثير من الناس من هناك الخروج من هذه المناطق، وقد علموا من السلطات أن الهجمات الروسية في تصاعد، لذلك استقل العديد من الأوكرانيين القطارات. هناك من استطاع الخروج بالفعل، وهناك من لم يستطع الخروج وبقي هناك، ولكن أنا هنا في محطة القطار الرئيسية في مقاطعة شمشل، قد وهي على الحدود جنوب شرق بولندا على الحدود الأوكرانية، تبعد عنها مسافة 65 كيلومتر. تحدثت مع كثير من اللاجئين الذين استطاعوا القدوم إلى هنا، قالوا أنهم مروا بظروف صعبة للغاية، أنهم قضوا ما يقرب من ليلة ونصف في القطار فقط حتى يستطيعون أن يخرجوا من أوكرانيا، وذلك نظرا لصعوبة الإجراءات التي يمرون بها كي يستطيعون استقلال هذه القطارات. كما أيضا تحدثت هنا إلى المسؤولين في محطة القطار، قالوا لي أنهم في انتظار القطار قادما من كييف، ولكنه تعطل أو تأجل لمدة تقرب من 100 دقيقة، إذن هناك صعوبة في الخروج بالفعل كما ذكرنا. ونستطيع أن نتحدث عن الأرقام الرسمية التي صرح بها المسؤولين حرس الحدود البولندية، صرح اليوم أن عدد اللاجئين يقرب من 2,900,000 لاجئ أوكراني من منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. من محطة القطار عند الحدود البولندية الأوكرانية مفادتنا أميرة جاد الله، ومن لفيف مفادنا بلال الفارس. شكرا جزيلا لكما. نستعرض معكم آخر التطورات على الأرض. قد تصبح أكثر عدوانية في هجومها. تطلق من جديد صفارات الانذار. نستمع إليها الآن. الولايات المتحدة هي مع الحل السلمي لهذه الأزمة. تتضارب الأنباء بشأن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية بين تأكيدات روسية بالسيطرة عليها ونفي أوكراني للترويج الروسي واستمرار في مقاومة القوات الروسية داخل المدينة. تشكل ماريوبول هدفا استراتيجيا مهما لروسيا التي تضغط لإخضاع المدينة الساحلية لسيطرتها منذ أشهر عبر حصارها أو قصفها. رجح سياسيون غربيون سعي روسيا لاستخدام ماريوبول كجسر جوي وبري يربط منطقة القرم التي احتلتها عام 2014 بالمناطق الانفصالية في إقليم دونباس، لأن الاستيلاء على ماريوبول سيحرر القوات الروسية التي يمكن إرسالها إلى منطقة دونباس التي أصبحت الآن هي محور الهجوم الروسي في الداخل الأوكراني. فضلا عن أطماع اقتصادية روسية أيضا، حيث تضم المدينة أكبر ميناء تجاري على بحر أزوف وتشكل مركزا مهما لتصدير الصلب والحبوب. يقدر عدد سكان المدينة ب 430,000 قبل الحرب، بينما تقدر أعداد الذين بقوا داخل المدينة بين 130 و 200,000 شخص. بحسب التقديرات الرسمية الأوكرانية،
المحاولات الروسية المستمرة للاستيلاء على ماريوبول تسببت في مقتل نحو 20,000 شخص، وحولت القنابل الروسية مساحات شاسعة من هذه المدينة إلى أنقاض. وللوقوف أكثر على آخر التطورات وسير المعارك في مدينة ماريوبول، ينضم إلينا من لفيف سيرجي جيراباسكي، الخبير العسكري المتقاعد. أهلا ومرحبا بك معنا سيد سيرجي. نبدأ أولا بالموقف الآن في سير المعارك ما بين الجانبين الروسي والأوكراني داخل المدينة. مساء الخير. الموقف الآن في ماريوبول لا يزال غير مستقر ومتوتر، نتيجة لأن القوات الروسية لا تزال تحاصر المدينة، ولكن أراضي أزوفستال لا تزال تحت سيطرة المدافعين الأوكرانيين. روسيا أعلنت أنها لن تقوم بأي أعمال هجومية ضد المدافعين عن المصنع، ولكن مباشرة بعد الإعلان بدأ قصف ذلك الموقع. وفي الواقع الروس نشروا بعض القوات من مدينة ماريوبول إلى الشمال للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأوكرانية جنوب منطقة دونيتسك، وفي نفس الوقت حوالي 5,000 جندي روسي لا يزال موجودين في مدينة ماريوبول ويقومون بمحاصرة المصنع. هذا هو الموقف الحالي، وكما قلت مصنع أزوفستال لا يزال يتعرض لقصف شديد من جانب الطيران والمدفعية الروسية. ما موقف المدنيين في هذه المواجهة بين القوتين داخل المدينة؟ ما الذي نعرفه حتى الآن عن تأثير ذلك عليهم؟ لا، هناك تأثير كبير على المدنيين في منطقتين. نحن نتحدث عن سكان ماريوبول وهم خارج مصنع المعادن، والمناطق خارج المصنع لا تزال خاضعة لسيطرة الروس وقد لحق بها ضرر كبير، والسكان يعانون من عدم وجود الخدمات الاجتماعية والطعام والماء، والموقف شديد في منطقة مصنع المعادن. حوالي 1,000 مدني يحاولون الهرب من القصف، وهم الآن في ملاجئ تحت الأرض ويعانون، فهم بدون طعام أو ماء، ولا توجد أي محاولة لخلق ما يسمى بممرات إنسانية. هذه المحاولات فشلت ومنعها الروس، ولم يسمحوا للناس من منطقة المصنع أن يتم إخلاءهم. ورغم الجهود الجبارة لكل المنظمات الإنسانية، إلا أن أي محاولة لإيجاد مثل هذا الممر الإنساني لم تكن ناجحة. الجانب الروسي ربط مسألة الممرات الآمنة وتحسين وضع المدنيين في هذه المنطقة باستسلام من تبقوا في مصنع الصلب. إلى أي مدى من الممكن أن يحدث ذلك؟ نعم، هذا مثل السياسة المتنبأ بها من جانب روسيا، يحاولون التأثير على المدافعين وجعلهم يستسلمون، يخلقون ظروف صعبة بالنسبة لهم وللمدنيين. هذه أداة للتأثير على المدافعين عن المصنع الآن، وسيستمر الروس في عمل ذلك. الخبير العسكري المتقاعد سيرجي جيراباسكي من لفيف الأوكرانية، شكرا جزيلا لك. وعن نفس الملف ينضم إلينا من موسكو ديمتري برجع المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد ديمتري. رغم الإعلان الروسي عن السيطرة الكاملة على المدينة، إلا أن المصنع حتى الآن تحت السيطرة الأوكرانية،
ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة؟ أعتقد بأن يعني هناك حلين لما يحدث في مصنع أزوفستال، إما أن يتم أن يسلموا أنفسهم القوات الأوكرانية المتواجدة هناك وهي من مجموعة أزوف الأوكرانية، وإما أن تستمر المعارك ويستمر الوضع كما هو عليه. ولكن نعرف بأن يعني بوتين لا يريد استهداف هذا المصنع لأنه يعرف أن هناك يعني هناك مدنيون موجودون في المصنع وأيضا القوات الأوكرانية. ولذلك الآن رأينا في اللقاء المشترك الذي كان بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قال لوزير دفاعه بأن يجب أن يتم خنق هذه المنطقة ولكن لا يجب أن يتم استهداف أو قصفها. ولذلك الواضح بأن يعني الآن الهدف الأساسي من ما يحدث الآن في ماريوبول هو السيطرة على ماريوبول وتأمين يعني شرق أوكرانيا. الآن الهدف الأساسي هو السيطرة بالكامل على شرق أوكرانيا قبل 9 من مايو، لأنه 9 من مايو هو عيد النصر في روسيا. ولذلك بوتين يريد أن يظهر بعلامات بأنه استطاع أن ينجح جزئيا إن كان صح التعبير في شرق أوكرانيا قبل 9 من مايو. ولذلك الآن يعني القوات الروسية تحاول قدر الإمكان أن تسيطر على شرق أوكرانيا وأن تسيطر على مقاطعة دونباس، لأنه الهدف الأساسي الآن بات تأمين مقاطعة دونباس لتأمين حتى شبه جزيرة القرم من أي استهدافات من الطرف الأوكراني. سيد ديمتري، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن هذا التوجيه الجديد من الرئيس الروسي ليس بسبب حماية المدنيين في داخل المصنع، بل لصلابة تحصينه وقدم عهده كذلك منذ الفترة السوفيتية. إذا ما استمر التحصين ورفض هذه المبادرة بالاستسلام من الجانب الروسي، كيف ستتعامل القوات الروسية؟ يعني حتى الآن الموضوع ليس واضح، ولكن بكل تأكيد هناك تحصين قوي. يعني هناك هذا المصنع تم بناؤه في زمن الاتحاد السوفيتي، ونعرف بأن في زمن الاتحاد السوفيتي كان هناك يعني تأمينات وتحصينات إذا ما حدثت حرب يعني وتجهيزات لحروب. ولذلك الواضح بأن الآن يعني استهداف المصنع لن يأتي بنتيجة للقوات الروسية وسوف يدمر المصنع. وهناك حاليا يعني نعرف أن هناك تدمير كبير في مدينة ماريوبول وحتى في المصنع. ولذلك الآن يعني بسبب أيضا حتى الضغط الغربي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكي لا يستهدف المصنع، أيضا هذا أحد الأسباب التي أعتقد بأن بوتين يخاف أن يستهدف يعني والقوات الروسية تخاف أن تستهدف المصنع، لأنه هناك كما قلت مدنيون، هناك القوات الأوكرانية. ورأينا بأن أيضا تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يعني حذر الرئيس الروسي بعدم استهداف القوات الأوكرانية، وبأن إذا ما تم استهداف القوات الأوكرانية المتواجدة في المصنع فلن يتم العمل على حل دبلوماسي للملف الأوكراني أو لوجود أي يعني حوار بين الطرفين، بين الطرف الروسي والأوكراني. ولذلك الواضح الآن كما قلت يعني القوات الروسية تحاول التقدم شرقي أوكرانيا قبل 9 من مايو، كما قلت عيد النصر هو عيد مهم ل يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللحكومة الروسية. ولذلك أعتقد بأن شكرك سيد ديمتري يعني الهدف الأساسي السيطرة قدر الإمكان على شرق أوكرانيا وتأمين مقاطعة دونباس.